جات طعمانه بيا باش يذبحوني. يا رسول الله تسيب الدجاجه ومن بعد تالي تدور علي، لا خلوني نقيل لا خلوني نرقد. ها ها وتزيد من هكا تشكي بالطفل 14 قضيه على هالدجاجات. ها يعجبكش تو هش غا هش حتى الاولاد الطفل ولدي مش شكل ما يجيب هش هش. يا سدوا ديارهم سدوا ديارهم الناس كل ما يخرج حد يا مولا العظمه. وينو مولا العظمه؟ الناس كلها تشد ديارها ما يخرج كان مولا العظمه. وين مولا العظمه يا ابو عظمه؟ أستار الدنيا واكله بعضها. هذا يقول لك هيجوا هيجوا هز الاولاد ولدي العم عظمه حارمه هيجوا هزوه تبع لي في العظام. ايش غادي ايش؟ اه يا اختي منو بيا من العظمه هايله هذه جي عزه مشكشك مع قرينه فلفل تعمل 66 كيلو. هلا غالب اختي منو بيا شتيت هلا غالب. اركع ما تعمل شيء شبيخ واخ اركع ما تعمل حتى شيء. ايش عامل خاتيني ولا خاتيني؟ نقسم بالله خاتيني ولا خاتيني. ايش عامل انت غيري؟ ما تخافش ما تخافش ما تعمل شيء. شكون معاه؟ امن رئاسي. امن رئاسي؟ انا عارف شو ما نبيه في تعوى كلك الامن الرئاسي. ايش دام اخوي؟ انت ابو عظمة؟ هاي ابو عظمة نية. انت ابو عظمة؟ هاي نية ابو العظمة الحارمة كريم ولدي. ما هو انت ابو انت كريم ولا ابو كريم؟ يا ابو كريم هلا غالب راه اخوي راه عظمه حارمه. ايش عندي ما نعمل ترى؟ تعرفها حارمه زاده؟ والله ما شفتهاش والله العظيم لو شفتها خليني نكذب عليكم من الامن الرئاسي نكذب عليكم. هات بطاقه تعريف امشي. بطاقه تعريف؟ بطاقه تعريف ما عنديش بطاقه تعريف. هديتها تو شهرين للمركز هم مش يبدلوها لي شويه من جت الكورونا كل شيء تسكر هل نستنى فيها. انت اللي هزيت العظمه؟ انا عظمه انا عظمه. انت كريم؟ هودني بابا كريم العظمة الحارمة. بو شكون انت؟ يا بو كريم العظمة الحارمة كاعدين كلفها. انت تعرفها حارمة العظمة؟ والله لا ما شفتهاش. عجبت قلت حارمة. ليه قلت حارمة تو؟ شكون هز العظمة؟ انت اللي هزيت العظمة؟ عظمة شنو يا ولدي؟ حتى كريم زاد هز عظمة؟ تعطي هذه بيساعدك يهبل للطفل. تو شو هو تتبانس علينا شو؟ انا اللي اجي على العظمة اللي هزها كريم. هذه اخر طلعة تو. يا ولدي انت اللي هزيت العظمة ولا كريم اللي هز العظمة؟ كريم اللي هز العظمة. انت ما هزيش العظم. ما هزيش يا عظم. وكريم ما عظمه حارمه بتبيع ترى. تعرفها حارمه هو هزها يعرفها هزها حارمه. مش عليه حارمه هو عظمه حارمه. يا ودي اسم لا تبهنيس تو ما تجيل الثنيه صحيح ولا؟ شكون اللي تبهنس معاك يا رسول الله؟ تراني زوالي حد يحد روحي ليه هكا؟ ايش عملت لكم؟ انت اللي اعطيت سياده الرئيس عظمه. هو انا مشو ني اعطيت عظمه؟ هاي جيبوه الرئيس وسط ني نعطيه العظام ليه ناقص سياده الرئيس؟ هو يفرك باللي عانيت لبس عليه. ما انا ولدك اعطاه للرئيس بعظمه. ولدي اعطيه للرئيس بعظمه؟ انا هرم شو نثبت ولدي كريم اي كيفاش ضربه بقى على وجهه ولا كيفاش؟ تبانس عليا ولا شنو؟ هذا باش قام نتبانس عليك كريم ولدك اعطيت سياده الرئيس بعظمه صحيح ولا؟ اي كريم ولدي شوصت للرئيس غادي الجبليه الجبيناتهم اخي الجبليه زيد الكل ما تعرفش على الجبليه ونعرف عليه يا اخي كريم في يا قلت انت تعرفها العظمه حارمه يا سيد يا قلت نعرف انت اعطيتها لها يا ودي قعدت مستغرب يا اخي الدجاجات بتاع منوبيه تقول الدجاجات هم طلعوا دجاجات الرئيس وعظام الرئيس. يا ودي انا منوبيه نتاعك فاش تحكي؟ كيف تحكي على الدجاجات المنوبيه نتاع الرئيس؟ صلي تو تستبله فينا ولا شنو؟ اللهم صل على النبي. فهمني انت فهمني راني ما فهمت شيء. فهمني يا رسول الله. يا ودي انت اعطيت ولدك ولا انت اعطيت سياده الرئيس عظمه بالله مره طايبه خل. ولدي؟ اي اعطيه للرئيس بعظمه؟ اي راح زين على سعد ظهر فيه بالله ضايع. يا ودي اخذ طلعه يا ودي حبوا يلفقوا هلا راي راي الحكايه مصطنعه يهديكم ربي ثبتوا لو انت ما اعطيتهاش عظمه ما اعطيت لحد عظمه ما هزيتش عظمه ما شكون قال لكم هزيت؟ شكون قال لكم؟ الدجاجات هذا بتاع شكون انا؟ هذا الدجاجات منوبيه الدجاجات بتاعك؟ لا العظام بتاع منوبيه والدجاجات بتاعي الدجاجات بتاع منوبيه والعظام بتاعي تي العظام والدجاج منوبيه ما عندي شيء ما عندي شيء تو تبانس علينا وشنو؟ شنو تبانس عليكم؟ مال شنو؟ تو مش جيل الصحيح ولا شكون هز العظمه؟ شكون العظمه؟ العظمه شكون هزها؟ انت اللي هزيت ولا ولدك هز العظمه؟ عظمه شنو يا خويا؟ المشوم عليها العظمه يا رسول الله اللي هز مليارات لا بلاطو لا دجاج على عظمه فضحتونه في الدوار. شكون هز العظمه؟ كلمه واحده يا ودي جار الصحيح بانك خبر باهي انت تو خايف. هو تحب الحق بتاع ربي؟ هاي. كان الكذب ينجي الصدق انجى وجه. راني هزيت العظمه. انت هزيت العظمه؟ ليه هزيت العظمه؟ فوالا انت هزيت العظمه سياده والله مش بالعالي والله شتيتك سياده الرئيس. اه هو دخلني بالرئيس دي هزيت العظمه بتاعي طعم النوبيه يا اخي ده المنوبيه الدجاجه تبع الرئيس.
فهمت شيء راني. انت اللي هزيت ولا ما هو كلمه واحده؟ ما قلت لك هزيت. انت هزيت فوالا فوالا هزيت. انا هزيت اه. خليك هكا خليك هكا. انت هزيت. ايه ايش بك خايف تو؟ خويا عدو هذا. ليش خايف؟ والله دوالي. ما تخافش يا سيدي. والله لا. ما تخاف من شيء. باش. خويا كيفاش بخاف لما رأيت. حبيت نقول لك يا سيدي سيادة الرئيس يوصل لك تشكرات. شنو؟ سيادة الرئيس قال لك بارك الله فيك. ايش؟ سيادة الرئيس؟ الرئيس ما بقاش تعيط. اي ايش بك مفجوع؟ سلم علي نية. يسلم عليك. يوصل لك تشكرات. وبعث لك يا سيدي إعانة زوز كرادن مع العمدة. سيادة الرئيس؟ سيادة الرئيس. بعث لي زوز كرادن؟ أي نعم. وقال لك يا سيدي ربي يكثر خيرك وإن شاء الله نزيدوا نعاونوك كل مناسبة إن شاء الله باش نعاونوك. باهيش؟ والله لا تفهم شيء لي الحق نتاع ربي. ها تو يجوك زوز كرادن. زوز كرادن من العمدة؟ هذيك هي الحكاية أنت مفجوع. ونعرف حكاية العظمة والمشتاق. لا لا يا سيدي سيادة الرئيس يبلغ لك تشكراته. قالك يا سيب وعظمة يعطيك الصحة ومجيك إعانة. الحمد لله الحمد لله. المهم أنت اللي هزيت. مين اللي هزيت؟ وفالح دي. والله. هاي السلام عليك. والله لا عاد فاهم حتى شيء. هذه كلها من العظمة هذه اللي يهز عظمة يعطوه زوز كرادن. ما لكن هزت الدجاج هنية. بي يا بي. اسمع ولا دجاجات منوبية واصلة. هذه هزيت هزيت هي عظمه هي الدجاجه برا يكمل الدجاجه وبرا يا ربي العمل عليك عجب شكون اللي يطلب هذا غوانتانامو هذه المراه الله يقدر الخير. الو اه اش بيك؟ فاش عندي نعمل؟ فاش عندي نعمل؟ عجب هاك نمشي نخدم. عاش ما تمشيش تخدمي انت؟ ها مطلوبين نسير. وين نمشي قابل يقولوا مطلوبين نسير. عجب زيدي عايتي زيدي عايتي. ها؟ بالله بالله يا شريفه. باهي هيا غير نروح غير نروح. اسمعيني. مش نروح للدار لان قالت لك انت لو هدي ولدك وبري لدارك هدي ولدك وبري لدارك هذا اخر طلعه على اخر عمله شنو اللي تعيط علي باهي لا باهي حلو لا حلو خدم خدم ما تشوفها لي انا خدم من مش نخدمني لان يعني الناس الكل استنوا في الحكومه الجديده يحلهاش ربي في وجوهنا ما نلقوش خدمه يا رسول الله الصبر وبر الصبر هاي السلام عليكم السلام عليكم سلام حاج نهار لاباس اقعد اعمل كاستيه لا متعدي مزروب شويه اقعد اقعد لا بارك الله فيك اما جيت باش نسالك باش تعطي تفضل كان تعمل على اخوك بزيد تعرفش تماش انا خدامه عليه يا بابا بير شغل قدامك تو صباح الرباح اللي خلات شريفه مش تكمل انت شبيك يا حاج سالتك وبرا لوج على خدامه ثم شكون تعرفش شكون معناتها بطال هنا اه شكون بطال هاي عندكم شكون بطال شكون بطال شكون عندك احمد والبشير شد في المعطنديه عندك الملتوف زر اخوه للبلديه شكون بطال؟ طيب حد بطال هنا؟ لا ما تنزليش الكذب اخويا يعطيني عزيف في راسي. اي تصدق اني بطال ونسيت روحي. صار انت معناتها قاعد. لا لا متكي. تي قصدي ماكش تخدم. لا. باهي يا سيدي صليتش على النبي. صلى الله عليه وسلم. باهي يا سيدي تحبش تخدم؟ نخدم. لا لا هي ما غير نيفو الخدمة ما غير نيفو يا سيدي خدمة ذي ما داش طالب لا نيفو لا حتى شيء عندي شوية زيتون نحب نجمعهم جماعة زيتون صار باي باش ما نكذبش عليك ما خدمتهاش جماعة زيتون ما خدمتهاش باي اما علاش لا مادام الخدمة الواحد باش يخدم علاش لا معناتها هي ما فيها تطلب صنعة كبيرة اخي هي الزيتون هذاك الزيتون هذاك الكوبري هذاك الخشين ايه زيتون زيتون معناتها ايه زيتون معناتها الغليظ هذاك الخشي زيتون معناتها زيتون عادي ما هوش مش هذاك الجويد هذاك ايه زيتون عادي مشكله الزيتون العادي هذاك راهو فيه مشكله كبيره تعاني منها الناس كل يتظلبوا زيتون هذاك حتى في الجمعان حتى بالصواب ولا يتظلبت ياسر وزيد يوجع الظهر حتى المسلان يوجع راهو هذاك ما ثماش خدمه فيهاش تعب كله حد واجره معناتها أنا ماذا بي أنا نشوف برشا خدامة هي تاخد تاعك خلص فهمت فهمت بحاجة
هاي انت اش تعمل الزيتون؟ ما فهمتكش شنو اش تعمل؟ ايه ما عاد انت تجمع معناتها زيتون. هي مش نجمع معناتها ايه زيتون هنظرها يندرا هو جاي في الظل مثلا يندرا جاي في السمش مش يعرف الواحد علاش قادم. نمشيش نحشمك تو بالله نمشي معاك ويطلع في السمش ولا ونقعد في اشكاليات ما نحبش يا راهو. شنو في السمش ولا في الظل؟ الظل الزيتون هذا في السمش ولا في الظل؟ يا دي زيتون انت ما سيدي انت تبع الظل سيدي الشجره اللي فيها الظل تبعها مش نجمو زيتون فيه شويه في الشمس وفيه شويه في الظل. والله ما نكذبش عليك انا نحب نصالحك نقول لك مش ما عندي حتى مشكله راني نخدم. لا راني نخدم ليه ريت محرات نتاع خدمه ما نرحمش في الخدمه. ايه تو تصير فيها الظل زاده والشمس سيدي تبع الظل الزيتونه في الظل اجمح. اخو ما تحب الصراحه راهي السمش التعب. ما تقوليش عاد باش نزيد نطلع على الصرافه راه. شو ما تقوليش عاد بزيد نطلع على الصرافه. ما علاش باش تجمع؟ شو نحملك فوق ظهري نطلعك. مش تحمل شو بتحكي ياك تو نحملك فوق ظهري خمنتلش هكاك. خي مالك كيفاش تقول لي معناتها باش تجمع نجمع على الصرافه؟ ما علاش يجمعوا العباد على السونسير يطلعوا لك. السونسير السونسير فهمني ما انا فهم. انت الزيتون نتاعك يندرى عالي واطي. يا سيدي انا واطي يا الزيتون نتاعي واطي يا سيدي باهيش ماهوش عالي برشا. ايه باهي كيفاش بعيد الزيتون فين كيفاش؟ ايش عندك فيه قريب مش بعيد برشا تو نهزك يا سيدي على الكهرباء نتاعي نجي نهزك على الكهرباء نتاعي. نهزك نهزك اللي يسمع يقول عامل مزي وعامل كلا نهزك 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 ماك بتحط في السيستم على من تالي راه ثم اصول نتاع خدمه راه ثم وقايه ثم حمايه. يا سيدي اطلع معايا من قدام باش نحس فيك اللي تغششت راه الواحد يطلب حقوقه يا رسول الله. شوف قداش من واحد كلاها في راس باهي انا خويا مش فاهم على صحتي ما نلعبش راجل. باهي يا سيدي انا قلت لك بالنسبه لك انت تطلع معايا نجيك للدار نطلعك معايا قدام معايا بجنبي ونروح بيك زاد كيف كيف. باهي باهي توكل على ربي. باهي ايه تو نجول الصحيح كيفاش المفاهمه كيفاش تو شو المفاهمه خلاص كيفاش بالوافقه بالليتره كيفاش بالزيت المفاهمه. يا سيدي تحب انت تحبش نتفاهموا بالكعبه بالكعبه زيتون نتفاهموا كيما تحب انت كيما تحب